تقريبا يا شباب من اول فيديو نزلته على اليوتيوب، يعني حرفيا من اول فيديو نزلته على اليوتيوب، ولا تجيني تعليقات متى يعني نجاوب الفيس كام. بس يا شباب انا اصلا يعني لسه بداية البيض. اوه هاي اصدقائي، كيفكم شو اخباركم؟ اليوم فيديو على يوتيوب براول ستار، لسه بداية يوتيوب بداية البيض، بس بنفس الوقت بدهم نعرف فيس كام. اذا الفيديوهات بيض كيف حتكون الفيس كام؟ اكيد حيكون بيض. طيب يا شباب، منه الحمد لله قدرنا نوصل 50,000 مشترك. انتم متخيلين هذا الرقم؟ 50,000 شخص مشترك عندي، هذا رقم كتير كتير كبير بالنسبة لي. فعشانكم حطلع فيس كام. خلص بدكم فيس كام؟ بطلعكم فيس كام. شو بتكون؟ انا جاهز. اوه هاي اصدقائي، كيفكم شو اخباركم؟ يوم ميلاد لك هذا فيديو مش عم بوصل، فيديو فيس كام. اوكي بقى بطلع كثير غريب فيس كام، والاكثرية تفاجئوا انه هذا النينجاوي، هذا النينجاوي تقريبا صرنا اكثر من سنة عم نتابعه. اوكي شاب، انا عبد العزيز، عايش بتركيا من سوريا وعمري 17 سنة. خلينا نوقف عند هاي اللحظة، عمري 17 سنة. فلأنه عمري 17 سنة الشكل ما مبين عمري 17 سنة، بعرف حتقدروا تكتب تعليقات أمي يا جماعة كيف عمرك 17 سنة؟ بس يا شباب والله العظيم، والله العظيم عمري 17 سنة. ممكن تلاقوه غريب شوي إنه كيف شكلك مش طابع على جسمك، أو كيف جسمك مش طابع على شكلك، أو كيف جسم، أو كيف صوتك، أو كيف وجهك مش ضابط على عمرك. أوكي بكل بساطة أنا من مرض الهرمونات أو شي زي هيك، ورحت على مشفى وسألتهم قلت لهم ليش شكل هيك؟ ليش أنا الشكل مبين شكل ولد صغير؟ بالآخر راحوا قالوا لي إنه أنت عندك نقص بهرمونات، وهي الهرمونات شوي شوي أو بعد ما تكبر وما أعرف إيمت حتزبط، وإن شاء الله تزبط يا شباب، صار لازم مبين عمري 17 سنة. شوفوا شوفوا يا شباب، ما في لحية، ما في، أنظف من وجهي، أنظف من وجهي. فأوكي قبل ما أطول عليكم كثير، خلينا نبدأ بالأسئلة اللي إجتنا المبتدا قبل امبارح أو الصبح أو شي زي هيك. طلبت منكم أنكم تعطوني أسئلة، فطلبت منكم أسئلة وهي الأسئلة إجتنا. خلينا نبدأ مع أول سؤال على السريع. كم مرة شخيت على نفسك وأنت صغير؟ السؤال الأفضل، كم مرة أنت شخيت على نفسك وأنت صغير؟ ما تسألني لي، اسأل نفسك. أوكي بعرف، ما بعرف ليش فاتحين سيرة هيك شيء، ليش فاتحين سيرة الشخاخ، بس ما علينا. أكيد يعني كل واحد صغير بيشخ على نفسه، وأنا شخيت على نفسي كثير، تقريبا كثير كتير 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 كتير. اوكي فكنا من اول سؤال، خلينا نبدا بالسؤال الثاني. مين اعطاك فكره انك تساوي قناه؟ ومين دعمك وحفزك في بدايتها؟ وليش حبيت نشر محتوى براول ستارز؟ اخر سؤال، لماذا انت كيوت؟ انا كيوت، انا كيوت، هذا كيوت، هذا وجه شخص كيوت بالله عليك، هذا الشخص وجه شخص هيك مندعس باليوتيوب عم ينزل فيديوهات، فبكثر الفيديوهات ما صار وجهه كيوت، هذا وجهي ابدا ما كيوت. المهم يعطيك فكره انك تساوي قناه. فكره انك تساوي قناه كانت شوي غريبه، كان وقت بدايه كورونا، طبعا بدايه كورونا فكلت انحجرنا ببيت، فانحجرنا ببيت اجى الوالد قال لي انت ما منك اي فائده بحياتك، اجى قال لي انت ما منك اي فائده بالحياه. فقلت له ليش؟ قالت بس عبارة انك عم تصحى وتلعب وما تعمل اي شيء، ليه ما تفتح قناة يوتيوب؟ اوكي بس ما عندي لا شيء، ما عندي لا مايك ولا سماعات ولا اي شيء، يعني ما كان عندي غير جوال، وحتى الجوال ابو كلب، الجوال نفسه فيه تعليق وابو كلب، يعني لا اسأله، ما عندي ولا اي شيء. فبديت والحمد لله انه الوالد وقتها قال لي انه ابدا قناة يوتيوب، لو ما انا ما كنت ناوي ابدا ابدا. وليش حبيت تنشر محتوى براول ستارز؟ محتوى براول ستارز محتوى كيوت، انا احب براول ستارز، احب اللعبة بتنزل تعزيزات كثير، احب اللعبة بتنزل بتهتم بلعبتها كثير، وخاصة لعبة براول ستارز لعبة مشهورة، فلعبة مشهورة حيجي عليها مشاهدات، وإذا عليها مشاهدات حيجي عليها فلوس، لو جي عليها فلوس أنا حنبسط. كيف كانت بدايتك بلعبة براول ستارز؟ بداية بلعبة براول ستارز كانت أبو كلب، تمام؟ كنت نوب، كنت نوب بشكل كثير كبير، طبعا شي طبيعي أي لاعب جديد يكون نوب، بس المشكلة أنا كنت نوب لهلا نوب، أنا ما بعتبر محترف أبدا، أنا لهلا نوب. من متى تلعبها؟ أنا تقريبا بديت ألعبها ب 2020، يعني بداية 2020 أول شهر ثاني شهر كنت بادئ ألعبها، طبعا كانت بدايتي إني كنت ألعب سولو شو داون كثير لأنه كان مود سهل، كنت ألعب كرة عراق بجمع جوهر هالشيء، بس أكثر شيء كنت ألعب سولو شو داون، يعني شي طبيعي أي لاعب جديد يلعب سولو شو داون، لأنه فيك تقول له سرفايفل وحركات، فكنت أحب الشو داون. أما هلا يا شباب وقت تجيني مهمة شو داون يا إلهي شو بكره نفسي، بروح ألعب ماب ميكر بس عشان تخلص مهمة بسرعة. ليش سميت نفسك نينجاوي أصلاً؟ أوكي شباب كمان سالفة طويلة، أحكيكم إياها خلص، بدكم أحكيكم إياها بحكيكم إياها. مثل ما قلت لكم وقت إجا الوالد قال لي لازم تفتح قناة، أنا ما أعرف شو أسمي القناة وما أعرف شو أجيب القناة، ما أعرف أمنتج، ما أعرف أعمل أي شيء، فرحت نمت تمام، يعني كان وقتها بالليل أو شيء زي هيك، فرحت نمت وأنا نايم قلت لازم أفتح قناة يوتيوب، فكنت وقتها عم تابع أنمي كثير، وأنمي بتعرفوا يا شباب نينجا وحركات وأشياء جديدة، فأنا نايم قلت إذا كتبت اسم نينجا حيكون اسم مبتذل، يعني كل العالم بتحطه، ليش تسمي نفسي نينجا؟ يعني نينجا اسم كثير مبتذل، فشلت فكرة اسم نينجا من بالي، بس اسم نينجا اسم كيوت، فهيك حطيت هيك مع عربي شوي نينجاوي، يعني إذا كانت نينجاوي حيصير شوي عربي. ما اعرف ليش لفتت كثير بيدي انا هيك ضل يمين ويسار، توتر يا شباب اول فيديو فيس كام. فيب لاني كنت متابع انمي كثير وكنت رحنا، ما اعرف شو دخل النوم بالانمي، بس انتم عاد فهموا لحق، فهموا لحق، وقت اقول شيء فهموا لحق. ما حلمك التالي بعد 50,000 مشترك؟ انا اول ما بديت اليوتيوب كان حلمي اوصل 10,000 مشترك، الحمد لله وصلت 10,000 مشترك. 50,000 مشترك يعني ما كنت كثير متحمس لها كنت، بس الحمد لله قدرنا نوصل 50,000 مشترك، انا اقل شيء بدي اسيح توصل 50,000 مشترك، بس قدرنا نوصل 50,000 مشترك. بعد 50,000 مشترك اوف ما بعرف احكي،
ما بعرف احكي. بعد 50,000 مشترك صار حلمين وصل 100,000 مشترك، وبعد 100,000 مشترك ما بدي اي شيء. بعد وصل 100,000 مشترك ما اريد اي شيء يا شباب، انه خلاص 100,000 مشترك بلاقي رقم كثير زيادة، يعني اكثر من هيك ما اريد، اكيد اكثر من هيك يعني الحين ما بدنا نطمع كثير، بس 100,000 مشترك بلاقي رقم كثير كافي بالنسبه لي، خاصة انه حيصير عندنا درع. لو صار عندنا درع اوف يا شباب ريتش. بس اسمي نينجاوي، بس اسمي نينجاوي. اوكي ما علينا. ليه ما تسوي قناة العاب منوعة غير براول؟ لاني شخص كسول. هذا الشكل شخص يفتح قناتين؟ بالله عليك هذا شخص ممكن يفتح قناتين؟ لا يا شاب مستحيل. هل تحب تسوي جيف اواي لمتابعينك الفقراء؟ يا شاب بالمستقبل تمام حيشتغل البرنامج، هذا البرنامج حصير ابس هناك، بس ابس هناك حيصير تقريبا كل بس او كل بسين جيف اواي 10 دولار براول باس اشياء جديده، فجهزوا حالكم حيصير في كثير براول باسات او كثير جيف اويات. شوف السؤال، قريت السؤال وما اريد اراكم اياه. تحب توم ولا جيري؟ هلا توم كنت اشوفه الشخص مظلوم كثير او بسي او قطه مظلومه كثير، بس جيري كلب كان عباره عن كلب يضل يزعج توم، الا توم هو مسكين، فانا احب توم اكثر، احب المساكين اكثر، جيري كلب. ما في شيء جاوب هيك سؤال بس اوكي. متى حاخذ الفيس كام؟ انا هلا قدامك، انا هلا عم بعمل فيس كام. اوكي خلص بدك فيس كام، عملت لك فيس كام. مين اكثر شخص بتعتبره لعيب في براو ستارز؟ هلا الاجانب انا يعني ما كثير مطلع على الاجانب، يعني ما بعرف لعب الاجانب، بس في لاعب عربي يعني انا بطمح ان يصير مثله، يعني لاعب عربي انا برايي من افضل اللاعبين العرب براو ستارز، واللي هو لؤي. اكيد انتم سامعين انه رفعت معه نيتا 1 كي بتتذكروه. انا برايي من افضل اللاعبين العرب، يعني انا برايي اذا صرت لعبي مثل لعبه انا خلاص بعتبر محترف، فانا الصراحه كثير معجب بلعبه وخاصه بدايناميك ومورتيس، فان شاء الله شيء موصل مثله. ما عندي سؤال بس اريد اطلع بالفيديو. ها اتوقع اذا عملت هيك حطلع بالفيديو. لا اول ما اطلع حخبش اسمك، اسمك ما راح يبين بالفيديو، فتبع حالي بكون طلعت عليك بالفيديو بس نفس الوقت اسمك ما ببين بالفيديو، فجي جي دود. افضل تحديث بالنسبه لك لبراو ستارز؟ افضل تحديث بالنسبه لي كان اتوقع ستار بارك، وقت نزلت كواليتي والاشياء هي، براي كان تحديث كثير كيوت كثير ظابط، كان ستار بارك عمل لي كثير محتوى كمان، وكثير حبيت انه كيف خلونا الرعب واشياء هي، فتحديث ستار بارك براي كان من افضل تحديثات. باي برنامج تمنتج وتسوي صور مصغره؟ صور مصغره ما انا بعملها، صور مصغره عندي مصمم خاص، بتعرف يا شباب بريت شوف حركات، فش طبيعي يكون مصمم خاص، والمونتاج انا منتجه على تطبيق اسمه فيلمورا او فيلامورا. مين احسن مطور براوسرز عندك؟ فرانك. لا اوكي امزح شباب، لا تفكرون من هداك النوع، لا لا امزح والله امزح، احب فرانك لانه شخصيته حلوه وهالاشياء هي، بس يعني محب اخوي عرفتوا كيف، يعني مثل اخوي الكبير، مش 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 هداك الشيء، مش هداك الشيء. فاوكي شباب هذا كان فيديو اليوم، شو رايكم هذا الفيديو؟ ان شاء الله يكون عجبك هذا الفيديو، اكتب لي بالتعليقات بدكم فيديوهات فيس كام اكثر، فيس كام اكثر يعني جيم بلاي براو ستارز والعاب ثاني مع فيس كام، لو بدكم اكتبوا لي رايكم بالتعليقات هل عجبكم هذا الفيس كام؟ اتوقع هذا الفيس كام حيتطور اكثر بالمستقبل، بس يعني اول فيديو فيس كام، يعني انا ما عندي لا معدات ولا سيت اب كثير، بس يعني هيك مشوها يا شباب لانكم طلبتوا فيس كام كثير. اوكي زي ما اتوقع زي ما هيك شاركوا شباب شاركونا وارغاتو فور مشاهدي. اوكي في مشكله عم واجه يا شباب، ما عم بعرف طلع العدسي، يعني لازم انا عم طلع حالي بدل ما اطلع العدسي، فان شاء الله ما تكون مشكله كبيره عليكم يا شباب. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال يراودني برم برم.